السلام عليكم الأصدقاء الكرام، مرحبا بكم من جديد مع قناة الأوديو سي تي في. اليوم غادي نهضروا على حول الموضوع ديال الرئيس الأمريكي ترامب. بعض الأصدقاء كيسولوا مشطونين لأنه ضد الهجرة، واش غادي يلغي هاد اللوتري السنوية اللي كيطلعوا منها 55,000 المهاجرين سنويا إلى آخره كما تعلمون. على أين هما راه خفضوها ل 50,000 شحال هذه؟ وحتى ديك ال 50,000 راه ما كتطلعش كاملة، لأن بزاف الناس اللي كينجحوا ما كتوفرش فيهم الشروط، يا اما طبيين يا اما شي حوايج هكا، فما كتوصلش ل 50,000 اصلا. ولكن واش ترامب عازم على الالغاء ديالها؟ هذا مرهون واش غادي ينجح ولا لا. المؤشرات اللي كتبان وهذه العمليه الاخرى اللي وقعت في بنسلفانيا ومحاوله الاغتيال، ولا ندخل في الحيثيات هل هي مفبركه ام مخابراتيه ام هي حقيقه ام هي مؤامراتية، لا ندخل في هذا المجال. ولكن دابا ولات ترامب عنده حظوظ كبيرة للنجاح، خصوصا أمام الرئيس الحالي بايدن، لأن الغالبية الشباب والغالبية الناس كيقول لك أنه كبير في السن، ديك النهار اعتار، ديك النهار نسى ولد خاه، ما نعرفش شي حوايج هكا. هل هو بصح كينسى أو يتناسى للتهرب من، لأن عنده محاكمات وداك الشيء الله أعلم. ولكن اللي كيبان أنه ترامب غادي ينجح. ولكن واش غادي يلغي اللوتري؟ كنقول لكم اللوتري هي ماشي ديالو أو ديال الحزب ديالو باش يلغيها. اللوتري راه دارها الكونغرس الأمريكي وصادق عليها عام 1990. فعلى داك الشيء خاص نسمعوا ترامب بيدو أشنو كيقول. سمعوا معايا. Today, starting the process of terminating the diversity lottery program. I'm going to ask Congress to immediately initiate work to get rid of this program, diversity and diversity lottery. Diversity lottery sounds nice. It's not nice. It's not good. It's not good. It hasn't been good. We've been against it. So we want to immediately work with Congress on the diversity lottery program, on terminating it, getting rid of it. We want a merit-based program where people come into our country based on merit. إذن من خلال الكلام ديال ترامب هذه خمس سنين ملي واش كان باقي في السلطة تقريبا أو في الأخر ديالها، كان كيناقش أنه عنده عزيمة باش يطرح هذه المسائل على الكونغرس باش يصوتوا عليها. ولكن علاش ما قدرش يدير هذيك المره؟ هو غالبا الرئيس ملي كينجح اول مره كيكون عنده طموح باش يحصل على ولايه ثانيه، وملي كيجي للولايه الثانيه اي حاجه صعيبه وما قدرش يديرها في الاولى كيديرها في الولايه التاليه، لان اصلا غادي ما غاديش يرجع للبيت الابيض. فهمتوا الفيلم كدير؟ ولكن هذه المره الا نجح غادي يعمل بما اوتي من جهده باش يلغيها. ولكن هو ملي غادي يلغيها راه ماشي معنى هذا انه غادي يلغي مره الهجره. امريكا لا تستطيع العيش بدون المهاجرين، لان امريكا اولا تكونت بالمهاجرين اللي هربوا من اوروبا وكانوا مضطهدين من الكنيسه ومن الكانوت ومن الكليروس وما الى ذلك. اذا هي اصلا قائمه على الهجره. وما تنساوش، ما تبقاوش تخافوا ان راه غادي ما نعرف يجريو عليكم، ما كاينش اللي يجري عليكم. راه الزوجه ديال ترامب اصلا اللي مزوج بها دابا راه سجدات الجنسيه في 2006 وجات لامريكا بفيزا سياحيه وحرقات واستطاعت دير الجرين كارد ومن بعد تحصل على الفيزا. هذه هي البلاد امريكا، بلد الحريه، ليبرتي ليغاليتي فراترنيتي، راه كاينه في امريكا ماشي في فرنسا. فلذلك وراه كتشوفوا الناس هاجروا ولا سيناتورات ولا اعضاء في الكونغرس. علاش؟ لان جاوا فاهمين البلاد، ما بقاوش كيقول انا غير مهاجر نمشي في جنب الحيط عندك ما عندك، راه ما كاين والو من هذا الشيء. البلد فيه الحريات وفيه الحقوق، فقط لا تعمل على هدم البلد، خاصك تساهم في تنميه وتطوير البلد. راه حتى ملي كتمشي تقرا في الاي اس ال يعني انجلش از سينجل لانجويج، كتمشي تقراها اول حاجه كيفهموها لك ان البلاد بحاجه الى التنوع، لان هذا هندي هذا افريقي هذا اوروبي هذا ما نعرف. وملي كيجيو لديك البلاد كل واحد كيعطي ما عنده، وبهذا الشيء كتقدم البلاد وتزيد للقدام. علاش؟ لان الاجناس مختلفه والافكار مختلفه، واللي عنده شي حاجه وقدر يديرها يديرها، وبهذا الشيء كتقدم البلاد.
البلد لا تستطيع أن تكون بدون مهاجرين. هو فقط يتكلم بحدة عن المهاجرين الغير الشرعيين اللي كيدخلوا من جهة المكسيك ومن الحدود وكيخترقوا وكيجيو بدون فيزا بدون جواز سفر. هؤلاء هما اللي كيفكروا كيفاش يردوهم، وراه كيردوهم مره مره، خصوصا دوك اللي كيرتكبوا بعض الجناح بعض الجرائم كيردوهم. ولكن ترامب باغي يرد هاد الناس ويحيدهم لانهم غير قانونيين. وخاصكم تعرفوا واحد الحاجه، راه لولا الامريكان اللاتينوس اللي هما سبانيش كنسميهم، راه لولا هادوك راه البلاد ما تزيدش القدام، لان الاعمال الشاقه من الكونستراكشن من داكشي ديال الربيع التقطيع، الاعمال الشاقه كامله كيقوموا بها هؤلاء الرجال، رجال اشداء فعلا، وهما اللي موقفين البلاد على رجليها. وراه الا جروا على هذوك الناس خاصكم شنو غادي يوقع، ومستحيل يجريو عليهم، فما تخلعوش. علاش؟ لان انتم دابا كتشوفوا الناس بشحال كيخدموا للساعه، ما يعرف يهضر ما ينطق بكم، يلا كيطلع بالقرعه كيخدم 10 12 13 14 دولار للساعه لانه بوراقه. واش في خباركم الا حيدوا الناس اللي بلا اوراق، اللي عندهم غير ديك الورك بيرمي او اللي عندهم غير الرقم الضريبي باش يخدموا، ما يقدرش يخرجوا من البلاد ويرجع، وكاين اللي خدامين بوراق مزورين، هادو اللي تحيدوا من الساحه عرفتوا شنو غادي يوقع؟ ديك الخدمه اللي ب 12 و 13 دولار غادي يوليو يفتشوا عليها اصحاب المعامل واصحاب الشركات ب 30 دولار للساعه وما يلقاوهمش، لان هاد الناس الغير القانونيين بالملايين. راه حتى الاحصاءات اللي كيعطيوها 5 10 20 كلها ماشي حقيقيه، المهم راه بالملايين موجودين، وهما السبب ديال اليد العامله رخيصه، يعني وصل 12 13 14 15 دولار. فإلا حيدوا هذوك راه يولي ماكدونالد يقلب على الناس ب 30 دولار وما يلقاهمش، فبالتالي ما يبقاش بنادم يخاف ومرعوب ومخلوع ان المهاجرين من المهاجرين، راه ما حتى شي حد ما غادي يجري عليك. انت في امريكا جيتي في فيزا كتعدل اي دي بطاقه هويه كفعل عنوان، حتى واحد ما يجري عليك، ما ديرش غير المشاكل، خدم على راسك ومشي جنب الحيط، ما كاينش اللي اديك. وحتى ترامب راكم شفتوا ملي هضر على اللوتري وقال لك يلغيها ويستصدر قانون من الكونغرس، لانه ما عندوش البوفوار باش يلغيها هكا يعني بطريقه ديكتاتوريه، غادي يستصدر قانون من الكونغرس. ولكن راه ماشي غادي يلغي الهجره من مره، راه ركزوا مزيان، راه قال لك غادي نجيبوا هجره منتقات حسب الاحتياجات، يعني الطريقه ديال كندا، يعني ما غاديش تبقى اللي عنده بكالوريا ما نعرف زيد قدم زيد، لا غادي نجيبوا ناس منتقات، يعني عندك ديبلوم في كذا، عندك طب، عندك حداد، عندك جزار، عندك كتقاد الجالوق وتصوبو، عندك حداء منشار، عندك ميكان، يعني الدبلومات كتحتاجهم الدوله والاعمال اليدويه ودبلومات معينه من طبيعه الحال، دراسات عليا وداك الشيء. فهو غادي يجيب الهجره بها الطريقه المنتقات، يعني غتولي بطريقه ديال كندا. اما الهجره باش يلغيوها مره راها من سابع المستحيلات. امريكا ما يمكنش تمشي وتتمشى فيها الحركه بدون دافع الضرائب والعمال، خصكم ديروها في بالكم. حاجه واحده اللي يمكن يعانيوا منها الناس هي داك التجمع والشمل، هذا مصيفط لمراتو فعلا ايام ترامب تعرق لها القضيه، كانت على عام عام ونص يجيب لاخر مراته، ولا كيتسنى عامين ثلاث سنين وشوف شوف واش تجي، وبعض الناس منع عليهم الفيزا وداك الشيء. هذا الشيء كاين، يعني الاخر الاخر باش تطلع راجلها وباش تطلع مراته غتكون عراقيل وتعطيلات وملفات نعسه في المجوره، هذا الشيء غادي يكون، ولكن باش يتلغى بالمره راه ما غاديش يتلغى. فعلى الناس باش تكون مطمئنه وما تبقاش عايشه في الهواس والخوف والهلع، امريكا راه ما يمكنش تعيش بدون هجره وبدون مهاجرين. ومن طبيعه الحال خاص المهاجرين يعملوا وينتجوا ويحسنوا الظروف ديالهم ويقراوا ويتعلموا حاجه زوينه ويعطيوا صوره مزيانه للبلاد ديالهم. مع الاسف الشديد بعض الناس كيمشيو تما عطشانين على قبل الشراب والكارو، يعني كان محروم عطشان كيمشي تما كيبدا يسكر ويسوق سكران كيمشي للحبس، وهذا الشيء ما كيشرش في البلاد ديالنا. فخصنا نعطيو صوره حسنه للبلاد ديالنا اللي هاجرنا منها كعرب وكمسلمين. ارجو ان تكون الصوره والفكره واضحه، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.